ماني متأكد ما نعرفهاش. المشكل انه عينيك ويشبهوا لها يا محمد. ما نعرفهاش ما نعرفهاش صح ما نعرف. محمد صلي على النبي. صلت يا أمه. محمد تقول لي عندي معاها مشاكل نفهمك، تقول لي قلبي معمر نفهمك، اما ما تعرفهاش ثقيله بزاف. خو ما نعرفهاش وما نحب نعرفها. مدام مليكة شكون هذا؟ هذا الولد اللي قعدنا تهجرنا عليه، عقبنا الحياة عليه. هايك احنا بغينا به يفرح، يكون في المستقبل تاعه، يكون في حياته، حياة مشهورة. أنا ما بغيتلوش الخسارة، بغيت ماذا بيا وليدي يخرج الناس يقولوا تبارك الله. حياة المشهورة أنت ضيعتيها لي، وشنو حياة المشهورة؟ أنت ريبتي لي حياتي من حياة المشهورة تاعك تحوسي عليها. وليدك، وليدك أنت تنوضي مع صباح تقولي له الله يعطيك كم يوم. وليدك أنت تنوضي مع صباح تقولي له إن شاء الله يغلق ربي عليك البيبة، إن شاء الله ما تفرحش في حياتك. وليدك تقولي له هكذا. شوف فيها هنا، شوف فيها هنا وتكلم محمد. اي وليدك تقول لك وليدك، وليدك تنوض مع صباح تقول له ان شاء الله ربي يغلق عليك، ان شاء الله يعطيك كاميو. تقول له انت وليدك هكذا مع صباح ربي. شوف محمد روح معايا غير بالعقل. محمد اسمع لي، راني اخوك اسمع لي. الله يعزك. شوف الكلام هذا صدقني بزاف امهات يقولوه لاولادهم كي يكونوا زعفانين منهم. صح تاكد بلي مستحيل ام تقول هذا الكلام لوليدها عن قصد. شوف محمد خليني نحكي لك انا واش قالت لي خالتي مليكة. كل زوفة ماشي خطرة ماشي زوج شاك فوا اخو ماشي. بالعقل محمد. محمد. محمد اسمعني، هذا الكلام اللي تقول فيه. يا خويا تنضر وحدي صافا نجيك من الاخر، تنضر وحدي وليت صحابي ما عنديش، وليت صحابي ما عنديش. وليت نريح مع انسان الاشياء اللي لقات بلات في دارهم. تسبوا تسبوا تسب العباد قدام الديار. تروح لعنده وتقول له ما تدورش مع هذاك ما تريحش معاه. وليت نضر وحدي في الحومة. علاش دير هكذا؟ علاش هي دير هكذا؟ كيفاش ما ديرش؟ علاش هي دارت هكذا؟ ما على باليش علاش دير هكذا؟ خوفا عليك؟ كيفاش خوفا عليا وامبورت واحد تلقاني قاعد ما تقول تشتكي منه؟ امبورت واحد سوا كان ترانكيل ولا كان ما على باليش، امبورت واحد ما تخيرش من الطرف اللي كانت صيفتو هذاك هو. وليت نريح وحدي، كنت عايش مع بابا لاباس عليا بقدري، وليت نعيش معاه راسي ما نهبطو في الارض، وليت ما نقدرش نضو في حومتي. 29 سنة ما نقدرش نطلع راسي في حومتي، كنت نعيش بقدري، راسي مرفوع صدري مخرجو ونعيش معزز مكرم مع امي في درام مع باب. جيت لعندها وليت راسي ما نقدرش نطلع في حومتي كاع من الاخر تاعها. محمد كامل الكلام اللي تقوله ما يبرركش انك تشوف يماك تقول شكون هادي. ما نعرفهاش يا اخو من الاخر. عشت معاه ولا ما عشت معاه؟ ما عشت معاه وندمت كي عشت معاه. باباك يحاوزك شكون لقيت لي جابك للدار وطمك؟ كيفاه؟ نهار باباك حاوزك من الدار. ايه شكون اللي داك لدارو؟ داتني كل دقيقة تسبني، كل دقيقة تسبني وتعايرني تسبني. داتك لدار؟ كل دقيقة تسبني وتعايرني. اسمح لي محمد، ما خلاتكش بيت برا، ما خلاتكش عايش برا، ما خلاتكش تعيش في البرد. يا خويا باش تكش مرمي محمد باش تديني انا لعندها ونبات عندها، وكل دقيقه تسبني وتستغني كي راني بيت عندها وتسبني كل دقيقه نبات البرد في برا خير. شوف محمد تخرج برا تسقسي كامل الشارع الجزائري يقول لك يما تسبني، يقول لك يما دير لي، يقول لك يما تعايرني. ماشي معناتها ما تحبكش، ماشي معناتها تكرهك. شي اللي قلتو بلي يماك تروح للناس اللي تدور معاهم وتقولهم بعدوا على وليدي، معناتها يماك تحبك يا سي محمد، معناتها يماك تخاف عليك. شوف حقك تتقلق، حقك طبيعي انك تتقلق، بصح ماشي من حقك انك تنكر يماك يا محمد. انكرها يا اخو. ها؟ انكرها.
واش دارت لك؟ بالي بلي اللي راهم هنا يقدروا يقولوا امبورت عفسه. بصح اعطينا علاش راك هكذا حاقد على يماك؟ من الاخر ما نبغيهاش. اه؟ ما نبغيهاش من الاخر، عمري لا بغيتها. في حياتي لا بغيتها. ما نبغيهاش ما نبغيهاش، انا في الدار عايش معها ما نشوفش وجهها كاع. كي كنت صغير كنت تحبها محمد؟ ما كاش ما جام ما عشت معها كي كنت صغير. انت كي زدت قعدت معها حتى لست سنين؟ ما عشت كاع معها، كنت عايش مع جداتي، انا جداتي ربات. سنين باش رحت لجداتك؟ جداتي منها كنت صغير وهي ما ربتني. من 6 سنين ل 11 سنة. ملي زدت انا استفدت جدا من عند بابا اللي زدت وكبرت. طيب. وقتاش تلاقيت بيماك اول مرة؟ وقتاش رحت بيماك اول مرة؟ باليش والله ما عنديش شافي في. كي كنت صغير كنت تشوفها؟ اه. كانت تجي هي اللي كلمسيت باش تشوفك؟ ايه ضيعت لي قرايه تاعي المسيد. علاه ضيعتك قرايه؟ وليت تجي عندي ما كنصوطيش في القرايه تاعي ومع عامي طبع عام وليت حبس القرايه وليت. يا محمد انعل بليس يا محمد، دوكا هي مراه محرومه من وليدها باش تجي تشوفك، تجي مولادها مراه محرومه ما تشوفش ولادها، كي توحشكم تجي المسيد تحوس عليكم باش تشوفكم، هذا ذنبها ثاني محمد؟ هذا ذنبها خويا؟ وين راه ذنبها هنا؟ هي رماتكم؟ رماتكم كي كنت صغير ولا حرمت منكم؟ رماتنا. كيفاش رماتكم؟ رماتنا. هي تقول حرمت منكم. اه شكون اللي حرمها منك؟ قالت لي جاو عمومو عمومهم داوهم من عندها. جا حتى واحد دا من عندها. واش صرا؟ كيفاش حتى ما عشت عندها؟ اه كنت عايش عند باب، انا كنت باغي نعيش عند باب. ما عندكش النقص تاع الحنان تاع الام؟ جامي ما كانش، ما جامي حسيت بالحنان تاعها. علاش راك عايش معاها؟ ها؟ علاش راك عايش معاها؟ في زيفون قولها لها. واش تقولها؟ شحال من خطره نفتق الشيء ونروح. شحال من خطره، ماشي خطره، ماشي هي اللي تحكي لك قول لها. شحال من خطره ماشي. وعلاش تعاود تولي؟ نعاود نولي باسكو دير السليمات في لافيل. دير السليمات تما تصقي عند الحوان تما في الحومه، يطلع الحومه يحكوا لك. تصقي تما. محمد. تصقي نبدا نولي انا اصقي. محمد كي تخرج من الدار وتعاود تدخل الدار. تلقى حوايجك مغسولين ولا لا؟ ما نلقاهمش مغسولين. ما تلقاش ماكله سخونه؟ ما نلقاش. قشي صدقني غير نقول لك قشي. نعود نضرب قشي موسخ ب 20 يوم، سيد فات لبسها 20 يوم 25 يوم، جامي قالت لي هانيك راني قابله قدامك، جامي قالت لي نحي راه موسخ. جامي قالت لي نحي راه موسخ، نبقى ندور في وسط صحابي هكذا الناس كاع هكذا كاع نقاير، انا نضرب به قشي موسخ هكذاك. هي قالت لنا انا نمدلو درام باش يشري حوايج ويكون راسه مرفوع قدام صحابه. باينه. تمدلك ولا ما تمدلكش؟ ما تمدليش. خالتي مليكه. انا اخذ ريفليك راني قدامك. تمدلي من ذاك؟ ماشي تمدلي من ذاك. تمدلك من ذاك؟ ايه.